انا من اسره اللي عندي فيها الرجاويين والوداديين، عندي الوالد ودادي، الاخ اللي صغر مني ودادي، الما باقي رجاوي. كانت واحد الاجواء ما نعاودش لك عليها، حاليا ما عرفتش شنو وقع. كنا كندخلوا للتيران وحنا مجموعين، الودادي بارك حدا الرجاوي، تفرقنا ولا اللون الاحمر هنا واللون الاخضر هنا. نتمنوا نرجعوا كيف كنا ان شاء الله، ويرجع الديربي كيف كان، وندخلوا مصاحبين، نشدوا في بعضياتنا ونخرجوا مصاحبين عاوتاني. كنظن هذا الشيء ديال الالتراز ربما وهذا هو مزيان، هذا الشيء هذا خلق واحد الجو زوين في التيران، مي خاص واحد ما عرفتش كيفاش غنقولها بالعربيه، خاص شويه ديال التواصل ما بين هذا الالتراز هذو ما بين هذوك الوليدات اللي كيشجعوا، وجو زوين غير ما يكون شويه ديال العنف، ويكمل داك الشيء ان شاء الله وتكمل الفرحه. في اللحظه الاخيره ولا الديربي ما بقاش ديك الحلاوه ديال الديربي كما كان وصافي، فهمتي؟ حيت ما بقاش ديك الحلاوه اللي كانت كتفرح للديربي. دابا كاين نص فرج فيه النص ما تفرج، كثر شي ولا داك التفوق من جهه الوداد، فهمتي؟ ما بقاش ديك الحلاوه، خاص لي نفس شويه. كاين اللي كيفهم هادشي، كاين اللي ما كيفهموش، فهمتي؟ كيبقى داك الشيء راي شخصي ديال بنادم، ما غاطبقش عليه تقول ليه فهم صح. كاين دابا اكثر شي ولا التيران كيعمروا دوك المراهقين، كاين اللي ما عندوش لاكارت، فهمتي؟ كل واحد واش كاين اللي سال على حاسه شويه، ما تحكمش عليهم، مره طالعين مره نازلين. ولاد العمر كلشي شاف الودادي اللي كانش مستوى صراحه، ماشي حيت ودادي وين راه كلشي باين، فهمتي؟ الرجاويين دابا راه ربحوا الماتش في كاس العرش، راه ما بقاوش يسكتوا دابا، فهمتي؟ الثقافه ديال الكره ما بقاتش كما كانت في الاول، ما بقاش داك النظره التحليليه ديال المقابلات، ما بقاش محبين ديال الكره، ولات الفوضى بزاف. اكثر ديال بنادم كتلقاه داخل الملعب ولكن ما كيشاهدش المقابله بنظره تحليليه، كيفاش لعب كل فريق وكيفاش الخطه ديال كل مدرب، هذا هو اللي كاين. كان مشاحنات، كان واحد الوقت كنتي كتشوف المقابله في 90 دقيقه، وكنرفع الشابو للسي سعيد الزدوق اللي احسن محلل في المغرب، اللي كيحلل المقابلات بعقلانيه. دابا كتشوف محللين كتلقاه كيعطيك كيلعب كيتلعب الديربي شهر قبل من المقابله وشهر من بعد المقابله، هذا اشكال كبير. ما كنشوفوش حنا، راه كلنا مغاربه، ديك التعصب حتى هو كثر. الحمد لله اصدقاء حميمين ديالنا ديال رجاويين ووداديين، الحمد لله كيتفرج في مقابلات بعقلانيه، من بعد المقابله كتنتهي المقابله كيحيدوني وكيمارس الحياه ديالو العاديه، ما كاينش ديك الفوضى، ما كاينش داك المشاحنه، ديك المشادات الكلاميه، هذا هو السبب الحقيقي. اما الكره الحمد لله غاده في الكره المغربيه راه في امان الحمد لله، وكذلك المسؤولين الحمد لله راه غاديين شادين بزمام الامور. المباراه ديال البارح راه ردتنا لواحد الاجواء اللي ما بقيناش عشناها تقريبا واحد خمسه سنين، يعني الطريقه ولا الاجواء الحماسيه اللي كانت في المدرجات وداك الشيء، يعني راه كانت مزيان، راه شحال هذا ما بقيناش لنا بحال هذيك الاجواء، يعني الامور كنتمنى. وراه كاين واحد الصحافه الدوليه تاهي كانت مواكبه لهذا العرس، راه هذاك هو الصوره ديال المغرب، راه خاصهم يحافظوا عليها، راه ماشي كرويا لا داك الشيء اللي كيتلعب في رقعه الميدان، ولكن راه الاجواء اللي كيخلقها الجمهور، راه هذيك حتى هي راه كتصنف المغرب، عندها واحد راه كترفع المغرب في التصنيف ديال الجماهير. يعني حنا غادي نمشيو بالمنتخبات، احنا فين كاينين الجمهور ديالنا الحمد لله الوداد، واخا انا رجاوي الجمهور ديال الوداد راه كيشرف، واخا انا رجاوي ولكن كيعجبني الجمهور ديال الوداد. يعني الامور خاصة تبقى بحال هكايا، غير شويه خاص الشغب يتحيد شويه من الملاعب وداك الشيء. الديربي ديال البارح ردنا شويه الاجواء من هنا لواحد خمسه سنين ما بقيناش عشناه، فهمتي؟ غير هو ما بقاش هذاك النقاشات اللي كنتي كتشوفها في الازقه في الاحياء في المقاهي وداك الشيء، بدات كطفى شي شويه، ولكن هذا راه ماشي في مصلحه الكره الوطنيه، راه حتى هي خاصها تبقى هذه، خاص الاعلام واخا واحد الوقيته كنا كنقولوا الاعلام كيهيج كيدير تهيج ديال الجماهير، ولكن هذيك راه ظاهره صحيه، راه كتبقى ظاهره صحيه، غير هو خاصنا الجمهور شويه يوعى، خاصها تبقى له الشغم ديال الديربي، خاصها تبقى النقاشات، خاصها تبقى الاسر مفروقه، هذا ودادي هذا رجاوي، كنعيشوا هذيك الاجواء.